بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بنتعلم كيف طريقة تشغيل طائرة الإيرباص 320 من فلاي باي وير. نطلع اليوم على خطوط السعودية. بسم الله نبدأ. أولا نبدأ بتشغيل الباتري 1 و 2 on، external power on، blue supply on، مفاتيح الـ ALS نضع على ناف، ناف لايت on، EBU on، EBU start. نروح الحين للفلاي باد لنطلب البوابات. من عند فيول نحط كمية الوقود المطلوبة للرحلة. والحين نروح للاف ام اس لنضع بيانات الرحلة. هنا نحط مطار الإقلاع والهبوط. رحلتنا اليوم إن شاء الله من الدمام إلى الرياض. وهنا نحط رقم الرحلة ونحط أي شيء، مش مشكلة يعني. الكوست اندكس 10 والارتفاع 32,000 قدم. من هذا السهم نروح لل زيرو فيول ويت، نضغط عليه مرتين تحط تلقائيا، والفيول بلوك 1.3.9 من هنا. الحين نروح للفلايت بلان لنضع روت الرحلة من فروم ديباتشر، مدرج الإقلاع 34 ليفت، بعد ما حطينا المدرج 34 ليفت نبحث عن الايلس الموجودة في الصورة اللي حطيتها لكم. انسيرت هنا نضع البيانات بهذا الشكل. إذا صدق كلمة دي سي تي دايركت نضغط انسيرت، نروح آخر جملة ونروح عند نيكست واي بوينت، نضع البيانات بهذا الشكل. insert. الحين نضع كل مدرج الهبوط 15 لفت، ونبحث عن الايلس. insert، ومن هنا
عندنا بنات الأقلام لابس 1 في 1 في 2 في ار في 2 ومن هنا عشان نطلب الوذر لمدينة الدمام ومدينة الرياض. بريد كذا الاف ام اس ان شاء الله يكون جاهز. شيك بس على الروت. الفيول بامب اون ابيو بليتون نفس البوابة external power off flight attendants arm doors and cross check نطلب الآن الفلاشباك نضبط التيار الآلي دفعنا إن شاء الله بيكون على 32,000 قدم تشغيل المحركات start engine 2 ثم يوصل عند 12 نبدأ تشغيل المحرك الثاني الأول إذا المحركات اشتغلت لابس 1 يرفع النفس اي بي يو اوف التاكسي لايت والآن جاهزين للتاكسي بسم الله طبعا في التاكسي نستخدم الدواسات هذه ما نستخدم اليوم والآن وصلنا للمدرج 34 لفت مطلوب الإذن بالإقلاع من برج المراقبة Damam Tower Saudi tree 21 ready for IFR departure runway 34 left نشغل التيك اوف لايت اون Saudi tree 21 Alpha 2 Niner decimal 71 wind 067 at Niner cleared for takeoff runway tree 4 left cleared for takeoff runway 34 left Saudia 321
قبل الإقلاع نشيك آخر مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، جاهزين للإقلاع. بريك ماكس، أوتو بريك ماكس. بسم الله الرحمن الرحيم، نضع المحرك على سرعته 50%. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا في رياح شوية بس إن شاء الله. V1 rotate. يا رب. أوتو تراسل أون. تيك أوف لايت أوف. أوتو بايلوت أون. سرعة على 210. سبيد بريك أداوم. طبعا الحين تحكم آلي كامل. لابس اب. وبكذا ان شاء الله انتهيت من الشرح. حاولت اشرح اللي اقدر عليه، وان شاء الله يكون نال على اعجابكم. اي سؤال اكتبوه في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.